طبعا ابسط شيء نستطيع تقديمه هو الوقوف ورفع هذه اللافتات استنكارا لما يحدث وللصمت العربي على ما يحدث في غزة، في غزة العزة. طبعا غزة هي تبرعت بدمائها لكل حكام الوطن العربي. وليد الصالح مدير مدرسة نحلة. قامت مدرسة نحلة بإقامة معرض طلابي عفوي لطلاب الحلقة الأولى. في هذا المعرض قام الطلاب برسومات عفوية بريئة خطتها أناملهم البريئة ليعبروا عن وقوفهم إلى جانب أطفال غزة وليقولوا لهم نحن معكم وجرحنا واحد وألمنا واحد ومصابنا واحد. ولن تقصى أجادا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله استجيب لنا واليوم نرى غزة في نفس الموقف فنقول للوقفة متآمرا علينا